وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
بقدر حبيبه وتنزيلا وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليه وأكرمه لديه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن سائر الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وثقل موازينهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخالف بين كلمتهم واملوا آثارهم واقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تمده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم إن اليهود والصهاينة قد طغوا وطغوا. اللهم إنهم سفكوا دماءنا وقتلوا نساءنا وانتهكوا أعراضنا وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية. اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من خرابه المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من خرابه المعتدين وأخرجه منه أذلة صابرين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأشد وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Al-Wahid channel.